أعزائي المشاهدين، تكلمنا في حلقة الماضية عن بطولة الصداقة التي أقيمت في الكويت عام 1981 بمناسبة العيد الوطني، وقدمنا مباراة الافتتاح. اليوم راح نصل إلى نهاية البطولة، طبعا في كرة اليد، وصل للنهائي الكويت والصين، وكانت البطولة قد أقيمت بصالة فجحان هلال المطيري بنادي القادسية. وقام بالتعليق على هذه المباراة الأستاذ الفاضل الزميل حسين مكي الحمود، وأدارها الحكمان هادي المزيدي وصاحب المزيدي رحمة الله عليهم، ومثل الكويت كلهم من جاسم الذياب، مساعد الرندي، ماجد سلطان، جاسم القصار، خميس وصالح ضايف. وانتهت المباراة بفوز الكويت ب 27 هدف مقابل 26، وتوج بطلا. منتخب الكويت على شمالك الفانيلة الزرقاء والشورت الأبيض، ومنتخب الصين الفانيلة الحمراء والشورت الأحمر على يمينك. مباراة اليوم هي تعتبر المباراة النهائية لمنتخب الكويت، وبداية جاسم ذياب، وأول كرة وأول هدف لمنتخب الكويت. 1-0 بداية المباراة، وأول أول ثواني من الشوط الأول يفتتحها اللاعب الدولي جاسم ذياب. الكرة مع منتخب الصين، تشكيل دفاعي من فريق الكويت 0-6 الحقيقة من بداية الدورة، 1 الكويت 0 الصين. وفريق الكويت استطاع أن يفوز على فريق منتخب اليابان اللي هو بطل آسيا. منتخب اليابان حاصل على بطولة آسيا في كرة اليد، والكويت اليوم يلعب. يا سلام، كرة أرلك فاول، والكرة بمكان الخطأ. حكام مباراة اليوم الحكم الدولي هادي المزيدي والحكم الدولي صاحب المزيدي. جمهور كبير حضر مباراة اليوم لأن المباراة النهائية، رؤساء الفرق المشتركة حضروا لمشاهدة أقوى مباريات الدورة. ماجد السلطان واللعبة جماعية يا ماجد، والقصار يا سلام، يا القصار يا سلام، أحسن لاعب يعتبر جاسم القصار، أحسن لاعب أختير لهذا الموسم. الاثنين الكويت وواحد الصين، واللعبة جماعية. متى ما صار في تعاون ومساعدة بين الفريق يستطيع الفريق أن يحرز النتيجة أو البطولة. الصين مع الصين الكرة فاول. الحقيقة الفاولات كثيرة بالنسبة لهذه اللعبة، معروفة لعبة خشنة وتعتمد على القوة. قوة، يلا يا خميس، الهجوم الخاطف يا خميس على طول. كرة مع صالح ضايف، وفعلا أنا من شوي قلت أن جاسم القصار هو أخطر لاعب. الفريق الصيني سوى دشش واحد، طلع واحد يمسك جاسم. لا يا سلام يا ضيف، أنا هني فعلا في طريقة لعب حلوة الحقيقة، أن جاسم القصار هو أخطر لاعب. فممسوك مان تو مان، قال لك خلاص، مو شرط أن جاسم هو اللي يشوت، مو شرط أنه يلعب جاسم مان تو مان ممسوك، لا، يروح بجهة معينة يفتح الملعب لأي واحد من زملائه، صالح أو الثاني اللي هو جاسم ذياب. عشان شوف شوف، هذا المفروض حارس المرمى يكون منتبه، اللي هو يعتمد على الهجوم الخط. هذا جاسم القصار رقم 7، واللاعب الصيني ماسكه رقم 4 ماسك. إشارة واضحة من حكام مباراة اليوم اللي هو هادي المزيدي وصاحب المزيدي. عندنا في التسجيل الحكم محمد صالح، والميقاتي حبيب عاشور، ومراقب عام المباريات رجب معيوف. كرة مع ماجد السلطان، الكويت، جاسم ممسوك، يا جاسم ممسوك، حلوة حلوة، الله الله
يا سلام. لا الكويت الحقيقه جمهور اليوم ملأ الصاله، الجمهور لبى النداء. امس احنا كنا ننادي على ان الجمهور يحضر مباراه اليوم، وبالفعل الجمهور ما قصر يا اليوم وآزر فريقه، والتشجيع اساسي في اللعب. اليوم تقريبا الفريق لما يكون له مشجعين ومؤيدين يجيب نتيجه، هاي النتيجه مثل ما انت شايف 4-1. ولو فاز منتخب الصين لا لقاء مع منتخب اليابان باكر، طبعا في حاله فوز اي فريق منهم باكر، اذا كان هو ما خسر مثل الصين اليوم ما خسر، لو فاز اي فريق منهم، لو فرضا اليابان فاز على الصين والصين ما خسر اي مباراه، راح يكون في نسبه الاهداف بين اليابان ومنتخب الصين. لو اليوم منتخب الكويت فاز بهالمباراه هذه انهى الموضوع على طول، خلاص باكر الصين واليابان يلعبون على المركز الثاني. قصار وشوت، يا سلام، لاعب لاعب يا جاسم ممتاز. احنا ملاحظين اللاعب جاسم القصار، 9 الكويت 8 الصين. جاسم لما يطمر لفوق يشوت فوق الكره، يحطها بالقائم، مستوى عالي. طبعا حارس المرمى دائما ينظر وين لضربه جاسم، ترتفع لفوق لفوق لفوق. جاسم رجل لاعب دولي، طبعا عنده تفكير، قال لك لا المره هذه انا راح اطمر واحط واغير اتجاه الكره، وبالفعل طمر جاسم وذاك طلع لفوق، قام قط الكره تحت، فيها تفكير بالنسبه للاعب جاسم القصار. كره مع صالح ضايف من الكويت، ماجد ما يصالح مره ثانيه، والقصار والكويت فرق، فرق واحد، 9 الكويت 8 الصين، وباقي 12 دقيقة عن نهاية الشوط الأول. ذياب فاول، فاول قصار، والعنجري ماجد وصالح، كرات ثنائية بين المدافع قصار، فاول جاسم مستند. امسك الكره برا والعب وخذ فاول، والعب وخذ فاول، ان شاء الله تنتهي 6 دقائق وانت تاخذ فاولات. مو مهم الحكم ما يقول ليش تلعب او ليش تاخذ فاول. عبد الله عبد الرحمن اهم مره ثانيه مقطوعه منك يا ماجد. بلنتي لمنتخب الصين، والنتيجة 23-23. 5 دقائق باقي، 5 دقائق وبلنتي للصين. خميس حاول يصيدها خميس. فرق الفريق الصيني، فرق 24-23، أول مرة يفرق الفريق الصيني بالدقيقة 25 من الشوط الثاني، فرق على منتخب الكويت بواحد، والكرة مع منتخب الكويت. جاسم وجاسم بلنتي، بلنتي بلنتي جاسم ذياب من اللي شوت القصار، قصار يلا يا جاسم. ايوه تعادل، تعادل 4 دقائق عن نهاية المباراة. 24-24 واربع دقائق. الصين فاول، ماجد السلطان يا سلام يا عبد العزيز العنجري، يا سلام، هذه ما تضيع يا عبد العزيز ابدا، نلومك فيها هذه انت والجول يا عبد العزيز،
وعارف النتيجة التعادل وباقي ثلاث دقائق أكون حريص. أنت لاعب دولي على العموم هار لك، أنت سويت مجهود يا عبد العزيز، هار لك هار لك. جول شفت شلون على طول عكسي، الشيء صار عكسي من لك إلى عليك، هار لك هار لك هار لك. العب العب الكرة معاك وفي وقت في وقت، الثلاث دقائق فيها أهداف فيها أهداف. قصر عبد العزيز يعوض يعوض يعوض، عبد العزيز العنجري هذا هو عوض الجول، ضيع جول عوض جول. هالمرة انتبه عدل، 25-25 25-25 دقيقتين 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 دقيقتين. انتبه يا ذياب انتبه على الدائرة، فرق واحد وباقي دقيقتين، باقي دقيقتين عن نهاية المباراة. يلا يلا يا شباب، كرة مع جاسم ذياب، جاسم القصار وذياب، قصار ذياب، يلا يا ذياب ضايف، حلوة حلوة يا ضايف، على طول على طول. تعادل تعادل ستة وعشرين ستة وعشرين، حتى في حالة التعادل يعتبر الكويت هو بطل الدورة. فاول فاول ودقيقة، باقي دقيقة وتعادل ستة وعشرين ستة وعشرين. كرة مع الصين، كرة مع الصين، كرة مع الصين، دقيقة دقيقة باجي. فاول فاول، التعادل من صالح منتخب الكويت. ستة وعشرين ستة وعشرين، كرة مع الكويت، ماجد انتهي. الله الله، أقل من دقيقة أقل من دقيقة أقل من دقيقة أقل من دقيقة، الكويت فرق واحد. أقل من واحد أقل من واحد، أقل من دقيقة، 51 ثانية باقي عن نهاية المباراة، والجمهور وقف وصراخ على الصالة يا أبوي النتيجة. 40 ثانية، الكويت يتقدم النتيجة بفارق واحد. الله الله، كرة فوق العارضة، وقف الساعة وقف الساعة، إشارة من الحكم الدولي. هادي المزيد من اللي وقف الساعة، وذياب يقول امسك، أقل من ثواني معدودة ثواني معدودة. الكرة مع ضايف، أقل 13 ثانية 13 ثانية، الحق دافع طبعا دفاع الكويت. حلوة يا خميس حلوة يا خميس، سيداتي يا نساتي سادتي، انتهت مباراة اليوم. الكويت منتخب الكويت بطل دورة الصداقة الأولى، 27 الكويت 26 الصين. مبروك لمنتخب الكويت، ألف مبروك لاعبين وإداريين ومدربين، الحقيقة يستحق فريق منتخب الكويت هذا الفوز الكبير هذا الفوز العظيم، يعتبر هو بطل دورة الصداقة الأولى لكرة اليد وبطل الدورة العربية لكرة اليد. مبروك للكويت. أعزائي المشاهدين، لي لقاء معكم
مع مباريات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.